عم تقول هي بيرول؟ ما في هيك شي شريك، مو مسكناها عم تلاقي طريقة لتخلص منها. اوعك تكذب اخي، انت ما بعثت لي مسج انك بتعرف كل شي، معناتها بتعرف اني حامل. شوف فرات انا حامل، فهمت؟ ومستحيل اتجوزك بالمرة. يا بلا شرف! لك انت شو عم تعمل لك؟ بعدوا لك، امشي بدنا نروح. مو رايحة على محل، فهمت ولا لا؟ لك اتركها بقى، بدك تاخذ البنت بالدار. والله شو جاي ورا شو بك؟ شريك انت شغل السيارة وانا جاي وراك. انا ما بقى لي شغل معك بيرول. شريك بالاول خلينا نمشي وانا بحكي لك كل شيء بالتفصيل. ما لنا حكي مع بعض، بالاول روح حافظ على شرف اختك. انت متي يا اسيل متي. لا طول بالك، عمل لك شو بك اسيل؟ روح انقلع من بيتي ولك. اسيل شو صار لك؟ احكي لشوف هذا الولد منك. اسيل انت شو عم تقول؟ اسيل مشان الله في والله كلامي واضح، هذا الولد منك. بس اسيل هذا شو عم يقول؟ اسيل حبيبتي في ايش وصار لك؟ الحق على اللي اجى معك وبهدل حاله. فرات تفوه على شرفكن، مو ناقصك غير انت كمان. روح هدول مشوا المي من تحتنا كلنا يا ملك. اسيل فيك شيء؟ ايد مين بجيب مين ما حدا بيعرف. اسيل امشي نروح. بعد اللي قالوه ما لازم تلتفتي وتطلعي لوراكي، امشي لشوف. امشي والله ما كنت بعرف يا شريك. سكوت بيرول، هذا هو السبب اللعبات يلي عم تلعبها؟ همك الوحيد انك تلاقي ابو الولد. والله كنت عم دور على البنت، بعدين انا تبريت منها، انا ما عندي هيك اخت ابدا. وانا ما بدي صديق مثلك بنور. بعده من خلقتي. بهدلتوني قدام العالم، كنت بدك تلبسني ابن الحرام اللي ببطنه ما هيك؟ ولا هيك بتنظف الشرف ما؟ كنت بدك تبليني فيها؟ شو هالحكي يا شريك؟ عم قلك ما كان معي خبر، لو بعرف ما كنت اجيت وراها لهون. ولك لا تكون مفكرني اهبل ولا؟ الحق على اللي اعتبرك رجال وحاول يعمل معك شراكة. روح نظف شرف اختك وبعدين تعال عندي. هدي حالك فرات واعرف حالك شو عم تحكي. اللي حكيته قليل. خلص أنا صرت منيحة. يلا. صار لك شي أختي؟ قلت لك منيحة. لو ترتاحي شوي خلينا نطلع من هون بسرعة. أسيل بدك تروحي بدون ما تقلي لي أي شي؟ ما عندي شي لك يا أركان. أنا برأيي فيه. شو متوقع أني أقول؟ شو بدك تسمع؟ الحكي اللي نقال صحيح؟ ليلي انت عن جد حامل؟ امي خالي ملك. لما منوصل منتصل. امي امي اعطيني ايدك لبوسة. ما بعطي ايدي لوحدي خانتني وضحكت علي. امي لا تروحي. ايمي ايدك عن الباب ايميها. امي بس نوصل بتصل فيكي معلا. اعطيني ايدك لبوسة. روحي امي. خلص 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 تعالي امي. معلق عم تهربي ما هيك؟ لا انت مالك علاقة بنوب. لوين مفكرة حالك بدك تروحي؟ روح من طريقي اخي. بدك تحكي لي كل شيء اسيل. خلص بقى ولك اترك البنت. شو انت ما بتفهم بالحكي يعني؟ ما اثر فيك اللي عملته؟ هاي مشكلة عائلية، اسحبي انفك وروحي من هون قبل ما اكسر لك اياه، وخدي هاي التافهة معك. نحن مو رايحين على اي محل، نحن عائلتها اكثر منك. نحن ما منروح على محل بدون اسيل. شو انتو مستغنين عن ارواحكن؟ والله بحطكم فوق بعض وبكسركم روسكم كلكم. نزل ايدك. حاج بقى تعمل هالحركات شو بك؟ بنات يلا انزلوا لتحت. انت لا تستعجل، في بيناتنا حساب. اسيل انت متأكدة؟ ايه يلا. اختي انا ما بروح على محل بدونك وما بتركك لهذا المجرم. ولك خلص نور يلا يلا انزل. يلا, يلا حبيبتي. اختي اذا صار شي بكفي انك تصرخي. يلا
عمهلك شوي شوي. على مهلك شدي حالك معلم. بعد شدي حالك. والله ما شفتك رميت حالي قدامي. هلا منروح على المستشفى حبيبتي. معلق يا روحي يا حبيبتي. شو صار لك؟ ليش رميتي حالك قدام السيارة لك يا بنتي؟ شو بدهم يساوي هلا؟ خايفة لا مين؟ اضربها امي. شو صاير؟ سيارة ضربت معلق. شو؟ شو؟ مين اللي ضربها؟ صار لها شيء؟ فرات ضربها. هلا اتركينا بدنا نلحق على المستشفى. امي امي علي المستشفى رايحين لك. بس قولي لي شو صار يا؟ إرادة الله. لو ماني شايف الصور كنت ما رح أعرف في حياتي. احكولي لشوف أنت أبو للولد. احكي يا بنت أركان هو أبوه. احكي لي قبل ما اكسر لك راسك. ها هي تاكسي نور. بس انا ما معي ولا ليره. ماشي انا معي شوي منحلها. ماشي بس ليكي شو مشان قسي؟ بصراحه انا مو جاي من قلبي اترك البنت مع هداك الحيوان. بروح بجيبها وبجي. ماشي عم استناكي. عفوا عم نستنى رفيقتنا. مين هو وليه؟ مين هو أبو للولد؟ شو علاقتك بهالشي؟ شو علاقتك؟ حتى لو عرفت شو بدك تعمل؟ أصيل أنت انتهيتي؟ لساتك عايشة بس رح تموتي. اقتل يلا اقتلني يلا بدل ما تقتلني كل يوم. اقتلني مرة واحدة. خلص اعتبري حالك بيتي يا أصيل. حطيتي لنا راسنا بالأرض وسختي لنا اسمنا وسمعتنا. بعمرك لا تفكري تدوسي البلد. بخلص عليكي بنفس اللحظة. يكفي. لك مو حرام عليك تلعب هيك بالبنات؟ صاحب تنتين وعم تلعب عليهم وابتشوا بتضحكوا بوشي. لك والله عتلك حلال. سد حلقك بقى. سد حلقك قبل ما يخلص صبري عليك. ولك كلكن معفنين ووسخين وتقرفوا. ما عم يدخل بعالي كيف عايشين بهالوسخ. لك والله انكم بتقرفوا. تفه. انت منيحة؟ اوعك تمد ايدك علي. اوعك. وين اسيل؟ انا ما بعرف هيك وحده. بنناقص منك. حبيت اكلي لك شي بوكس ثاني. احمد ربك انه بدي لحق فرات. تاخرت يا روحي. فرات راح على المستشفى. صديقك الثور الهايج دعس معلب سيارته. شو هالحكي؟ اسيل انت منيحه؟ لازم نروح على المستشفى فورا. فرات دعس معلب سيارته. من مين هذا الولد؟ لا تكون مفكر انه منك. ما بعرف بس هيك الظاهر. يمكن أسيل عم تحكي الحقيقة. يعني شو بيعرفني؟ هي بلشت تطلع مع واحد بعدك مباشرة. يمكن يكون منه. تدخلوا. أنا أما ما بصير فوت معها لجوا. وأنا جوزة بدي أبقى جنبها. ما حدا بيدخل لجوا. تستنوا هون. يا ربي دخيلك مالي غيرك يا ربي. هلأ حتى عرفتي قيمة بنتك؟ قبل شوي ما عطيتيها إيدك. كل اللي صار فيها بسبب عنادك. أصلاً بسببك أنت صار فينا هيك. لو ما أنك لعبان بعقل بنتي ما كانت هلأ هون وبتكون قاعدة بجنبي.
هلا مو وقت الحكي. طالعتي لي روحها لبنتك، نتفت حالها وهي عم تبكي مشانك. قال شو؟ امي زعلانه، كله بسبب قسوه قلبك. اذا بيصير شي على مرتي رح دق بخوانيقك يا ست كهرمان. ومين انت لحتى تحاسبني ولا جوزة؟ قانونيا ان شاء الله بقبرك وبرتاح منك. امي هلا مو وقت الخناق، عدوا ودعوا لها، دعوا لها الله انه يشفي لنا اياها. القهوة صارت جاهزة، تفضل حبيبي. هديك المرة كنت أنا وجاهدة ولقيت تسجيل حلو كتير، لأشوف إذا أنت كمان رح يعجبك. هي رح سمعك يا بدون حليب. دائماً تشربها هيك حبيبي؟ واليوم بدي إياها بدون حليب. ماشي حياتي، بساوي لك غيره. قالوا جاهدة أسيل كانت هون، الهبلة انكشفت قصتها، طلعت حامل. بتتصوري؟ لازم لاقي شي حل سريع لهي القصة. ما بعرف جاهدة، إذا ما عرفت كيف صارت هاي الشغلة ما رح أقدر نام بنوب. عقل الأركان طبعاً تلخبط، وقت بلشت الأمور تاخد طريقة إجت هاي البنت وخربت كل شيء. كيف بنتي؟ كيف مرتي؟ طيب شو اسم مريضتكن؟ معلا معلا شكر. ما عندي مريضة اسمها معلا، بعد شوي بنعطيكم خبر. يا ربي دخيلك. قليلات الأدب، شو جايين يعملوا هون؟ أمي كيف صارت خالتي؟ دخلوها على العناية المشددة وعم نستنى خبر. وضعها خطير؟ ما قالوا لكم شيء أبدا؟ أنت بأي وش بتجي لهون؟ خالي ملك. لا تناديني خالي، عملتوني لعبة بين ايديكم. امي انت كيف صرتي هيك بهالسرعة هاي؟ عندك قدرة الفي الف كذبة وكذبة، بس الحق علي طبعا لاني كنت عم صدقك. اسفي عليكم كلياتكم. هنن مالهم ذنب خالي ملك، هنن حاولوا يساعدوني وبس. انت بالذات لا تحكي بنوب، نزلتي من عيوني لاسفل السافلين. أسفي على أبوك وأمك اللي حطوا عليك اللي فوقهم واللي تحتهم. وإنتي شو اللي عملتي؟ عملتي ولد من واحد مو متجوزتي، واللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. برافو عليك، زودتيها كتير خالي ملك. البنت وقعت بكل هالمصايب، لا تزيديها عليها أنتي كمان. ليش أنت منصبي حالك المحامية تبع كل شيء؟ سدي حلقك وسكتي. أنا صديقتها، بس الصداقة مو هيك. بدل ما تبعدوا بعضكن عن الطريق الغلط عم تجروا بعضكن عليه. وقت كنت دير ظهري كنتوا تتستروا عليها وعلى علاقتها مع أركان. أمي شو دخل هاي بهاي؟ أسيل وأركان حبوا بعضهم، شو الحب ممنوع يعني؟ من شان الله أنت كمان لا تسمعيني صوتك. هذا هو الحب اللي عم تحكولي عنه؟ هاي صار في عندها ولد مو شرعي. يلا يا بنات امشوا من هون، أنا بعرف لوين بده يوصل هذا الحديث. بتعرفي طبعا بتعرفي، بس عرفي هي كمان اذا بتضلي على هالحاله رح توقعي بوضع ابشع من وضع اسيل. ها وقلمي على كلامي، لا تقولي ما قلت لك. ماشي يلا نروح يا بنات، وبنسال عن وضع معلا بالتليفون. يلا آسفة إني أزعجتك بيوم العطلة سيد مجد. أسكيزات الأفيشات صاروا جاهزين، إذا فاضي ممكن نشوف بعض؟ بكرة مستحيل، يعني طول اليوم أنا بالمعهد للمساء. الحقيقة أنا بدي منك بس نص ساعة. بشي محل يكون قريب عليك. تمام ماشي، بيصير ماشي، شوفك، باي باي.
أنا طالعة. هلا وين؟ بدي روح شوف جاهدة، يعني نسيت موعدي معها تماما. أنا من هون لساعتين برجع، ماشي حبيبي؟ بنات ما منقعد بشي محل ومنشم شوية هوا؟ شو عملت شريك؟ ما عملوا لك مشكلة ما هيك؟ لوين أخذين لي رفيقي؟ بس ما تكونوا بدكم توقفوه؟ رايحين على المغفر، رح يبقى موقوف لبين ما ناخذ الإفادي. ليش؟ شو لزومه؟ الزلمة ما رح يهرب. بعدين لقلك حتى ما تغلط رفيقي، هذا أبو رئيس بلدية. امشي حضرة الشرطي. وأنا كمان جاي شريك، ما بتركك لوحدك. ليش ما عم يفهمونا ابدا؟ عندهم استعداد يمحونا بجرة قلم. اي نعم حبينا، شو ممنوع يعني؟ كل وحدة لازم يكون عندها حبيب. ما بيصير حبيبتي، اللي عملناه هو عبارة عن فلتنة بنظرهم. مو حبينا؟ حطينا عشبينهم بقع سودا. أكبر ذنب بالنسبة إلهم هو علاقة الحب بين البنت والشاب. مو معقول، كأنه ارتكبنا جريمة، نحن ما بنستاهل هاي المعاملة ابدا. لا منستاهلها، نصبوا المشنقة من زمان وعلقوني وعلقوكي عليها، بس لأنه رفضنا مخططاتهم وقلنا لهم لا، علقونا على المشنقة ودفنونا بالحياة. لك يا بنات ماشي معكن حق، ارتكبوا غلط، بس هلأ أنتم ما بتختلفوا عنهم كتير. نور شو قصدك؟ شو دخل هاي بهاي؟ أنا قصدي أقول حبيبتي كل واحد بده يعمل اللي بده اياه، كل واحد بيعتبر انه الحق معه، وما بتحاولوا تفهموا اهلكم ولا بتحاولوا انكم تسمعوا بعضكم حتى. انت اللي عم تحكي هيك نور؟ لك تستنوا من كهرمان اللي ما عرفت الحب انها تفهمكم؟ الخاله ملك بحياتها ما عرفت غير العم كمال، بس عشقانه العم صالح. تتقبل هالشي؟ ابدا، اذا بتقطعي ايدها ما بتقبل، لانه هالشي ما بيناسب اخلاقها. هيك شافت، هيك تربت. وحدة روحت عمرها بين العيب والحرام، كيف تتوقعوا إنها تفهمكم؟ وطبعاً هذا الشيء نحن منشوفه تخلف، وهذا اللي منسميه صراع الأجيال. طيب شو منعمل؟ ولا شيء، هنن ما رح يفهمونا ونحن رح نضل نخانقهم على طول. يا ترى نحن كمان رح نعمل هيك؟ أنا كمان رح خانق بنتي على طول؟ أنا بحياتي ما رح صير مثل أمي أبداً. بنتي دائما رح يكون عندها حق تقول رأيها. مرحبا. اهلين، اهلا وسهلا. اهلين فيك، انا اسفه كثير اني ازعجتك بيوم العطله، بس قرب وقت عرض المسرحية ولازم نستعجل شوي. أساساً أنا اليوم كنت موعد رفقاتي، فقلت لحالي بطلع بكير شوي. طلبت منهم يحضروا أسكيزات الأفيش واسم شركتكم حاطينه بالزاوية. إذا بتقدموا موافقتكم الشباب اللي عنا رح يطبعوهم فوراً. من غير شي راح الباص علينا. شو رأيك نأجل شغلة الروحة كم يوم تانيات؟ شوفي الدكتور لهلأ ما جاب لنا خبر، خلينا بالأول نعرف شو صار لها وقديش رح تبقى. رح نعرف. هاي جوزة هون وهو رح يدير باله عليها، بس قلبي ما عم يطاوعني. خلينا نعرف شو صار لها وبعدين منروح. خلص أمي خلص ماشي، أصلا ما بصير نروح ونحن بهي الحالة، بتتحسن معلّة بالأول. أنا كنت مستعجلة من شان الشغل بس ما في شي تاني. أنتوا أهلا لمعلّة ديبك؟ شكر معلّة، شكر دكتور. كيفة بنتي؟ الحمد لله المريضة ما فيها شي خطير، في كسور بإيدها ورجل اليسار، حطيناها بالجبصين وعطناها أدوية، بس مع الأسف
رح تبقى هون الليلة. الحمد لله يا ربي. شكرا. تقبلوا مرافق دكتور؟ ناخد شخص واحد، اتفقوا بين بعضكم وطلعوا بطاقة من الاستعلامات. عنده جوز مثل الجبل، هو بيبقى عنده بيقعد فوق راسه للصبح بدون ما تغمض له عين بالمرة. علي العافية. هاي الحركات الكهرمانية ما بتشتغل معي. إذا حبيت بحب للموت وبعمل شو ما لازم لحبيبتي. ميسون، ما قدرنا نركب بالباص بنتي. ليش خالي؟ صار مع معلّة حادث سيارة، هلأ نحن عنده بالمستشفى، يمكن نضل هون كم يوم تانيات. عليها العافية خالي ملك. هلأ مو وقتها، بس مريت على الدكان اليوم وقالوا لي لا تجي، قال بدهم يجيبوا حدا غيرك. أنا بعرف إنه هيك رح يصير، مو مضطرين يستنوني. يلا يمكن هالشغلة ما فيها خير، بس أنت خليك مفتحة أدنيك وعيونك منيح لبين ما أجي حتى نشوف شغلة تانية. ماشي خالي ملك، إن شاء الله منلاقي. عليها العافية. الله يعافيك. شكرا يا ميسوم. أنا بعرف أسيل من البناية. صدفة غريبة ما هيك؟ عن جد الدنيا كتير صغيرة. معناتها كانت تشتغل عندكم. طبعا أسيل حكيت لي عنك شوية شغلات، بس بعتقد ما كنتوا زملاء عملوا، بس يعني كنا أقرب شوي. كنتوا تحبوا بعضكم؟ هاي مواضيع خاصة كتير أستاذة إيمي، خلينا نرجع على شغلنا لو سمحت. طبعا. أي أفيش عجبك أكتر؟ برأيي هذا منيح. ماشي. كل شوي اتصل فيني. ها فوزي، إذا احتاجت شي أكيد بتتصل فيني بسرعة. لا تخافي أختي ملاك، بعرف دير بالي على مرتي. أخذ شو؟ مو بالعادة هيك حوادث بتخلي الناس يقربوا من بعضهم؟ هيك صار معنا، أنا مشان هيك. يلا أمي يلا نمشي. لأمتى بدك تضلي شايف حالك علي يا ست ملاك؟ ليك نصرنا قرايبين وحبايب، بس بيجي يوم بكسر لك هالأنف الحلو. بس أمتى هاليوم؟ أخي الشرطي، رفيقنا صار له ساعة جوا ولهلأ ما طلع، في شي مشكلة؟ ليش لهلأ موقفينه؟ شريكنا، الحمد لله، لما طولت جوا فكرت إنه في مشكلة، يعني بعرف إنه أنت مالك ذنب، بس شكيت شو بعمل؟ ممكن أخذ أغراضي؟ لما كنت جوا أنا ما قعدت قريت التقرير كله، 100% معلّة المذنبة والحق عليها، أصلاً هي واحدة من صعال. استأذنت من الشرطي وأخذت نسخة من التقرير. شريك تعال لعزمك على العشاء، بعرف مطعم حلو أكله طيب. خلصنا بيرول، خلصنا شغلة أرض الزيتون والشراكة كلها خلصت. بس لا بقى تخليني أشوفك، لا أنت ولا أختك قليلة الشرف. ما بيصير هيك شريك. ماشي أنا كمان محيت البنت، بس دخيلك لا تعمل هيك، نحن رفقات من الطفولة. أنا محيتك بيرول، مفهوم؟ ما بقى بعرفك ولا تخليني أشوف وشك، حتى سلام لا تسلم. ولك أسير، حرقتيني وحرقتي حالك يا قليلة الشرف. أمي بدي أحكي مع أركان كلمتين، سبقيني لفوق. أوهو، صار اللي صار، كل الناس مبسوطين. كنتي فتحي عيونك بوقتها، هلأ إذا حكيتي شو رح تستفيدي؟ ما بعرف، بوقتها ما كنت بعرف إنه نمشوا المي من تحتنا كلنا وضحكوا علينا، بس هلأ صرت بعرف وما رح أسكت. أحكي بلا ما تضل بقلبك، أنا طالعة لفوق، راسي رح ينفجر من الوجع، بدي روح نام. هاتي تليفونك لأتصل بهداك التافه لشوف حضرته إذا نايم ولا عم يدير باله على البنت. مرحبا، تفضلي. أهلين بنتي، أركان بالبيت؟ بالبيت، تفضلي فوتي.
بلا ما فوت ممكن تناديله لو سمحتي؟ طبعا حبيبي، ممكن تجي شوي؟ تفضلي خالي ملك. بدي احكي معك كلمة عن فيراد، ممكن تطلع لفوق؟ طبعا. هاتي عنك. لا معقولة خالي ملك، هاتي. الو، كيف صارت معلا؟ اهلين، مساء الخيرات. والله ما في شيء تغير، مثل ما تركتوها قبل 45 دقيقة. منيح. تفضل. يمكن الموضوع عن أسيل. كيف عرفت ذنبك بقى؟ أي ذنب؟ لا تحاول تدافع أبدا، يعني عملت قبل هالمرة وهي تاني مرة بنخدع فيك. بالأول ألمة وهلأ أسيل، مع أني وثقت فيك كتير. معك خبر؟ كنت مفكرتك واحد عاقل. خالي ملك، أنا ما عملت أي شيء زعزع لك ثقتك فيني. دائما بتقول هيك، بس مدري ليش ما بعرف أي شيء عن علاقتك بأسيل. برأيك هيك بتكون الجيرة؟ إنسان بيطلع غلط على اللي عايشة معه تحت سقف واحد؟ ها؟ كيف بتعمل معها هيك شيء وأنت بتعرف إنه هاي البنت قاعدة تحت حمايتي؟ شوفي خالي ملك، أنا ما بقبل هذا الحكي اللي قلتيه بنوب. بدك اقبله بدك لا تقبله، خليت عن البنت وما تحملت المسؤولية، وأسيل ارتمت وفي بطنها ولد غير شرعي. هذا مفهومك للرجولة أستاذ أركان؟ لو الولد مني كنت بقبله بكل ممنونية خالي ملك، بس مانو مني. انت عم تحكي معي بدون ما تسمعي شو رأيي. مزبوط كان في علاقة بيني وبين أسيل، بس ما زبطت. أنا قدرتها كتير، ولو جاية وطالبة مني المساعدة كنت بقدم لها بكل ممنونية، بس هي ما قالت لي، لا قالت لي إنها حامل ولا حتى قالت لي إنه رح يجوزوها بالقوة. يعني هاد الولد مو منك؟ ما عم بفهم، لك كيف بتعمل هيك شيء؟ هاي البنت تربت على ايدي، ايمتى وين تغيرت كل هالقد؟ انا بفتح. وقف وقف، ما في لزوم تفتح، بس مع هيك ما كان لازم تعمل معها هيك، وانت بتعرف إني بعتبرها مثل بنتي. أنا حبيتها كتير، ما ارتكبت ذنب. الإنسان ما بيقدر يضبط عواطفه خالي ملك، الحب ما له هيك، ما بيرد على القواعد وعلى القوانين، بيرد على القلب. وأنا وأسيل حاولنا نعمل علاقة حب مع بعض بس ما مشي الحال، مشان هيك ما بيطلع لك تحكمي علي بس لأنه هذا الشيء ما بيناسبك، ما زبطت بيناتنا. وأنا ماني مضطر أقدم حساب لحدا حتى أنتي. اللي صار ما تسميه علاقة، سميه شهوة يا أركان. مساء الخير ست ملاك. أركان؟ عمو بنحكي بعدين، معلش بخاطرك. خير؟ شوفي ست ملاك، في شي مشكلة؟ ليش المشاكل بتخلص يا سيد صالح؟ أنا ما رح أفهمه لهذا الجيل بنوب بنوب. تفضل. انتي ممنوع تحملي شي تقيل. الحمد لله اخيرا شال حمل تقيل عن طراحات الكنبايات.
خفزتوا السفنج تبع الطراحات. اصلا لو مو جايبينها كنتوا نمتوا اليوم على الارض. بنتي نور. انا بشيلها. يا بنات الغرفة كتير صغيرة، ما رح نحتار وين بدنا نحطها، ما هيك؟ يا بنات أنا شو صار لي؟ متغيرة كتير ما؟ أنا كمان صرت شوف الشي اللي منيح بكل شغلة. حلو كتير، رجعنا ثلاثتنا ننام جنب بعض. مجد عم يتصل. أهلين مجد. أسيل أنا تحت. ماشي أنا جاي فورا. لك يا بنات كيف انا بدي رد لمجد جمايله معي؟ شو ما طلبت بينفذ، وقبل شوي بعثت له مسج قلت له رح اتاخر شوي بالشغل لاني قابلت اخي، ما تحمل واجا فورا. هذا الحكي معناته انه لسه لهلا في رجال عندهم انسانيه اختي. ايه وهي فرشتنا الحلوه جاهزه. اه الحمد لله. اوف والله مليت من الحرب مع الطراحات للصبح، وكنت رح امرض من النومه على الارض اللي مثل الثلج والله. وأنا ما بحب نومة الأرض، بس شو بدنا نعمل؟ أخذناها لأنه رخيصة. ليش عم تحكي هيك أسيل؟ بعدين أنا بحب النومة على الأرض. لما كانوا يجوا لعنا ضيوف كانت أمي تفرش لي على الأرض، بس أنا كنت ضل نايمة عليها كم يوم بعد ما يروحوا الضيوف. لك أنت تمثال التفاؤل بيناتنا. بعدين في وحدة تانية لازم نفكر فيها. أسيل، إذا بدك اتصلي بمجد وقولي له إنك مو جاية، وبلا ما تظلمي الرجال المنيح الوحيد اللي بحياتك. أنا رايحة يا بنات، وبرجع بكير، وبجيب لكم معي شي شغلة طيبة، ماشي؟ والله أنا بموت فيكي. ما منتصل بالأخ فوزي؟ بدي أسأله كيف صارت خالتي. اتصلي. مرحبا أخي فوزي، أنا ألما، كيف خالتي؟ مجد تفاجأت كتير بجيتك. انشغل بالي عليك كتير، الحمد لله اللي عم تضحكي. احكي لي شو صار. بصراحة كنت بدي أعزمك لفوق، بس أنا قاعدة عند رفيقتي، ما بدي إياها تعلق مع البنات بسببي. لا أنا ما عندي مشكلة، بس إذا عندك وقت منشرب قهوة بمحل قريب. ليش لا؟ معناتها يلا. نحط السفرة مع بعض؟ ماشي منحطها. قاعد يدافع لي عن علاقته. ليش حتى يخجل يا ست ملاك؟ كانت علاقتهم عن جد رايقة كتير. آه ليش حضرتك بتعرف؟ لا يا سيد صالح، معقول بتعرف وما حكيت لي؟ ما حكيت لأني بعرف أنه هيك ردت فعلك. ست ملاك أنت مفكرة أنه الحب بتقدري تتدخلي بقوالبه وتعطيه شكل؟ الأولاد ما ارتكبوا أي ذنب، عشقوا بعضهم وبس. بس بالنسبة لك هيك شيء ممنوع نهائياً. شو مناسبة هالحكي؟ أنا ما عم قول الحب ممنوع، بس كل شيء وقل وقته. ها بالنسبة لك الشغلة يا بتجي مبكرة أو متأخرة. ليش ما معي حق يا أستاذ؟ شوف أسير شو بده يصير فيها هلأ. لنفرض أسست بيت، هالعيلة رح تمشي مثل الخلق؟ طيب فرضاً هالعيلة نجحت، ما بدهن ينقوا على راسها بعدين؟ ست ملك الشي اللي صار بيناتهم كتير استثنائي. طيب وألما؟ شوف هالمصايب اللي عم تشوفها وهي بهالعمر، وكل هاد مو مكفية، رح تروح تعيش مع هدوليك البنات كمان، ورح تاخد تصرفات المسألة الأعلى لحياتها. أنا وقتها شو بعمل؟ منتبه لحالك؟
ما بتمرق عليكي لحظة إلا وبتكوني عم تفكري بألمة. شو لزوم كل هالعذاب ست ملك؟ جيبي بنتك لعندك وارتاحي. حكينا بهذا الموضوع من قبل أستاذ صالح، بس تطلع معلم من المستشفى رح أخذ أمي وسافر لنشوف. لما بتبعد عن العين أكيد رح تكون بعيد عن القلب كمان. بعرف أنه هلأ مو وقتها، بس أنا نهيت موضوع البيع مع السيد مدحت. بس لا تشغلوا بالكن أبداً، أنا ما بتخلى عنكن. استغفر الله، شو هالحكي؟ أصلاً نحن رايحين، الله يجعله مبروك. أها، على أساس بدك تحكي مع أركان؟ مساء الخير، تفضلي. حكيت معه أمي، أستاذ صالح عم يخبرني أنه باع البيت اليوم. الله يعوض عليك يا ابني. بدي احكي مع اسيل. يمكن تكون ما حكت لحدا اللي صار معها، يمكن خافت من اخوها. انا ما بقدر اعيش وانا مرتاح بكل هذا الضياع. انا لازم اعرف شو هي الحقيقة، وإلا قلبي ما رح يرتاح. معك حق، برأيي اسألها، أحسن ما تضل هيك الآن. أمتى رح تحكي معها؟ بكرة، بكرة بتصل فيها. بدي أحكي معها بكل شيء. يسلموا ايديكي، بس انا ما رح اكل، مالي نفس، حابب اتمشى شوي، ما بتاخر. صالح انت رايح؟ لا، فوزي مو هون، كنت رايح على الماركت. خير، انت لوين؟ انا جاي لشوفك، لازم احكي معك ضروري. عمو تعال تعال تعال، اذا عندك شغل مو مشكله، بروح بعدين. تعال. انا كتير اتضايقت بسبب الشيء اللي صار معك، بس أخوك معزور وما لازم تتضايقي من تصرفاته معك. الأخ لما بيعرف إنه أخته حامل بولد مانو شرعي فبيعصب. بعرف هالشي، بس ما بتخلى عن بنتي لأنه أهلي ما بدون إياها. وجودها عم يمنحني قوة، لما بفكر فيها بحس إني رح أتجاوز كل الصعوبات. طيب شو الخطة؟ ما بعرف، بدي خليها تكون سعيدة وبس، حابة أعطيها حياة حلوة وعيشها عيشة منيحة. أسيل، أنا معجب فيك. لو وحدة غيرك صار معها هيك ما بتتجرى على هذا الشيء، بس معها هيك ما بتقدري تقومي بهذا الحمل لحالك. قصدي مو المفروض إنه أبوها يتحمل مسؤوليتها معك كمان؟ ما بدي. طب هو بيعرف؟ لا، وما رح يعرف أبداً. يمكن إذا عرف بيعمل يلي بيطلع بإيده. ليكون متجوز؟ متجوز؟ لا، هو ضد الزواج، يعني إذا عرف إني حامل منه رح يطلب مني نزل الجنين فوراً. ما بيستاهل يعرف إنه أبوه منوب. مين هذا الرجال؟ يعني أنا بعرفه؟ ما بعتقد، واحد اسمه أركان، وأصلاً ما بيعنيني مين من كان يكون. بدي أنساه وارتاح، أنساه وأخلص منه.
شكله مزعلك كتير. إذا بحكي لك شو عمل ما بتصدق. بالأول طلب مني بعد عن حبيبته السابقة، طبعاً أنا ما كنت بعرف إنهم بيحبوا بعض، وهو قدم لي إياها على إنها رفيقته وإني أنا أول حب بحياته. وقت حسيت إنه علاقتي معه عم تتطور وصار لازم نعطيها اسم رسمي، قال أنا ما فيني أتجوز، حتى ما بقدر أعيش مع وحدة من نفس البيت. بس بعد ما انفصل عني برأيك شو عمل؟ جاب حبيبته السابقة لحتى تعيش معه. نيناتهم لعبوا علي بكل وقاحة. هلأ ممكن تقلي كيف بدي أرجع أوثق بهالرجال؟ عدم المؤاخذة، بس هذا مانو رجال، هذا قليل شرف وبلا ترباية. هيك طلع، وأنا اكتشفته متأخرة. أسيل، أنا دائماً رح أكون موجود جنبك، يعني إذا بتحبي أنا حابب كون أب روحي للطفلة. تسلم مجد. من هلأ ورايح ما في لزوم تزعلي حالك أبداً. أمتى ما بدك بتقدري تتصلي فيني، بالليل بالنهار وبأي ساعة بدك إياها. شكراً كتير. تأخر الوقت، ما منقوم؟ البنات عم يستنوني بالبيت. ماشي. أساس نشرب شاي؟ لا عمو، ليش الشاي؟ مو وقت الشاي، أنا أعصابي تلفانة. هلأ شو رأيك أنت؟ هذا الولد منك؟ أنا بعرف أسيل ما بتعمل علاقات عبرة. سمعت أنها عملت علاقة مع واحد بعد ما تركنا، بس ما بظن أبداً أنه قرب عليها. أنا واثق احتمال كبير يكون الحمل مني. بتكون خايفة من أخوها ولهيك ما حكيت، أو مشان تضايقني وتقهرني وتنتقم مني. طيب بلكي طلع منك عن جد. إن شاء الله يكون هالحمل مني. إيه؟ أنا ما كنت حس بهي الأحاسيس أبدا، بس متمني ومن كل قلبي يكون الحمل مني. أنت متأكد؟ فصلنا أنا وأسيل، بس أنا ما عم أقدر أنساها. لما انفصلنا أنا وإيلول فكرت حالي تدمرت، بس أسيل هزتني من جوا أكتر بكتير. عم أقول بدي شد حالي واستمر بالحياة وارجع عيش حياتي وحافظ على علاقتي مع إيلول، بس ما عم تزبط. إيلول كمان حاسة. طيب شو بده يصير هلا؟ إذا هذا الولد مني أنا، وبالرغم من هيك أسيل رح تحتفظ فيه ورح تولده، معناتها هي كمان ما قدرت تنساني. بس لازم أتأكد من هذا الشيء. إذا طلع مزبوط بتجوزها فورا بدون تردد.